مرحبا، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن أهم طرق الوقاية للكورونا، واللي هي استخدام الفيشيال ماسك أو الكمامة. حكينا عن شغلات كتير، تغسيل الإيدين إشي مهم، لكن الكمامات اليوم بدي أحكي عنها بشكل مفصل، لأنه إشي مهم جدا نفهم شو الفرق بين الكمامة أو اللي بنسموها سيرجيكال ماسك أو ميديكال ماسك، والريسبيراتوار اللي هي أو ريسبيراتور اللي هي كمامة التنفس. أوكي، في فرق بينهم وحورجيكم شو الفرق. الأم الآن هاي تعتبر كمامة وهاي تعتبر كمامة طبية. الكمامة الطبية سهل استخدامها، عادة اللون الأبيض بيكون لجوا والأزرق للخارج. هاي فيها مطاط وسهل جدا استخدامها، راح تجدوا هون زي حديدة اللي هي عشان تحاولوا انكم تطعجوها وتزبطوها بالفورم تبع الأنف. هاي ليش بسموها فيشل ماسك؟ لأنها بتحمي الوجه من شغلات كثيرة. الآن بالنسبة لمرض الكورونا، مهم جدا انه نفهم انه بشكل عام المريض هو اللي لازم يلبس هذا الماسك، مش الرجل السليم. لكن في ناس كثير الآن وحتى يعني في الصين وفي دول، حتى يعني عندنا في كندا الآن، صعب انك تجد الماسكات في البيع في الأسواق. الماسكات كلها انباعت. ليش؟ لأنه الناس بتحاول انها تقي نفسها من المرض برضو بهاي الطريقة. هي طريقة للوقاية بس مش من المرض، لكن من لمس اليد بعدين الوجه. هذه هي الوقاية اللي انت بتعمل فيها بالماسك. هذا الماسك له مشكلة انه لما بتلبسه بضل فيه هون فراغ اللي هو جنب الأنف، ومن هون ممكن فراغ، ممكن تدخل بعض التلوثات. فهذا كويس للعمليات للميديكلز. اوكي، في نوع ثاني منه حورجيكم اياه، اللي هو بيجي بشكل اكثر تقني وبالربط، ربط بالربط بالخلف. اوكي، زي ما انتم شايفين هذا يعني بغطي الوجه اكثر. هذا عادة بيستخدموه في العمليات، بسموه سيرجيكال ماسك، هذا ميديكال ماسك. اوكي، هدول ماسكات. هلا بدي اورجيكم شغلة اسمها الريسبيرتوار. الريسبيرتوار اللي هو جهاز او الان انتشرت كل الناس بتحكي عنه، اللي هو الماسك N95. شو هو الـ N95؟ اللي هو كمية دخول الهواء النقي فيها بتكون 95%. فعادة يعني بس حجم الـ الذرات تبعت الهواء اللي ممكن تدخل لازم تكون أقل من هذا المقياس. الآن كيف بتلبس؟ سهل جدا، بكون فيها شريطين، شريط في الأعلى وشريط في الأسفل، وبرضه نفس الإشي بتحط اللي على الوجه زي ما انتم شايفين. طبعا الصوت راح يطلع. اوكي، زي ما انتم شايفين هذه الماسك. الحلو فيها والشيء الجيد فيها انه اول اشي فيها فلتر للهواء، ما بدخل اشي من الجوانب او من الاعلى. هو المهم انك تغطي مش الوجه، المهم انك تغطي الجهاز التنفسي تبعك اللي هو ممكن تدخل عن طريقه البكتيريا. طبعا في ناس كتير على الانترنت عملوا طرق غريبة وعجيبة، حط لكم باخر هذا الفيديو صور لناس اللي اخترعوا حطوا زجاجات ماء حوالين وجههم بتحمي. هي طريقة حماية جيدة مش غلط. الذبذبات ما بتدخل اكيد بالطريقة اللي لو مفتوح الوجه، لكن بتضلها موجودة. في ناس حطوا برتقال، ناس حطوا طبعا هذا البرتقال يعني او هذا لانه بتضل في اماكن تدخل. حط لكم هاي الصور كلها صور غريبة. لكن في طريقة انا شفتها من احد السيدات الصينيات بتعلم الناس كيف انها يسووا ماسك، لانه الماسك اجين صارت صعب انك تجدها في السوق. فحكت انه ما تقلقوا، سووا ماسك لحالكم بطريقة سهلة جدا. بشكير، اوكي، بتطوف النصف، اوكي، بعدين بتعملوا تقريبا هاي الطريقة. اوكي، مطاط عادي، اوكي، بتحطوه في هنا، ومطاط بنفس الطريقة في الجزء الثاني.
طبعا هذه مش ميديكال ماسك لكن قد تحمي من كثير من الأمراض. هذا الماسك اللي حلبسه أنا زي ما انتم شايفين صار عندي ماسك على الأقل بحمي، صار عندي ماسك على الأقل بحميني من لمس الوجه أو من وجود ذبذبات في الوجه. هذا شيء بسيط ممكن تسووه في البيت، كل واحد عنده يعني، ما توقع ما عندك بطاط، إذا ما عندك بطاط ممكن تستخدم حبل، ممكن تستخدم خيط، أي شيء تربطه بحجم الوجه بحيث أنه تحمي نفسك وتحمي عائلتك. فحبيت بس أركز على هذا الموضوع لأنه كتير انتشر موضوع الماسكس N95 اللي مش موجودة في الأسواق الآن وصعب أنك تجدها. نتمنى للجميع السلامة وتابعوا الفيديو تبع الماسك، يعني قد تكون شوية فكاهة في آخر هذا الفيديو اللي هو أعتقد أنه يعني الآن إحنا نمر في مواقف أو في وقت صعب جدا، انبسطوا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل